مشاهدي قناة شوف تي في، فالصورة اللي أمامكم هي للرجال الوقاية المدني وكذلك الكلاب المدربة اللي كيستعنوا بها الآن من أجل الكشف إن كان هناك ضحايا مفسردون تحت الأنقاض. عمارة انهارت هنا في شارع العنق بمنطقة برغون. أستاذ فهناك حضور شخصي لعامل عمالة أنفا كيتواجد هنا كذلك في المكان، وهذا رجال الوقاية المدني اللي كيستعنوا بالكلاب المدربة من أجل ضحايا مفترضون، ولو أن تم إخراج الجميع إذا رجعت المباشر السابق فغادي تلقاو شهادة أحد الساكنة في الدقيقة التاسعة من المباشر، كيقول بأن تحت من العمارة كاين واحد المطعم خاص بالأفارقة، بأن الأفارقة قاموا بهذ الأشغال أنهم حفروا تحت الأرض، والأرضية فيها كاين واحد عفوا بأن اللحظة اللي قاموا بالحفر فهادو اسباب من المسببات اللي خلت العمارة انها تنهار. الصورة اللي أمامكم هنا اللي عامل عمالة أوفا مع المسؤولين المدنيين اللي كيقدموا بعض الشروحات، أكيد أنه غادي يكون واحد البحث اللي كاين، وحسب تصريحات ديال الشهود بأن الأفارقة قدروا أنهم يحفروا واحد جوج الأمتار تحت الأرض وكذلك في العرض ديال الأرض من أجل الإصلاحات. فهذيك ديك السارية أو البودرة شاف إذا مازال رجال الوقاية المدني كيستعنوا بالكلاب المدربة. كذلك كاين واحد السؤال مطروح، فواش هذا المطعم او هذا المقهى اللي امامكم واش كانت كذلك مغلقه ولا لا؟ فلو كانت مغلقه الحمد لله، اما لما كانتش مغلقه فما مصير الناس اللي كانوا داخل، لان حنا يلاه جينا. فغير هو المشكل بدا في الصباح الباكر، تقريبا راه 7 الصباح ولا 8 الصباح بدات الاخبار كتقول بان هناك تصدع خطير يعني في العماره، كان شكوك بان العماره تقدر تنهار في اي لحظه. هذا الشيء اللي خلى السلطات انهم يخليو جميع العمارات المجاوره، الصوره امامكم يعني عماره تقريبا بقى فيها واحد بقاو فيها جوج ديال الامتار ومازال استعانه بالكلاب المدربه.
المحيطة بمكان الحادث. سيارات الإسعاف متواجدة بكثرة، كذلك رجال الوقاية المدنية. والسؤال المطروح الآن، وحنا على مقربة من عيد الأضحى اللي تبقى تقريبا واحد شهر، ما مصير العائلات اللي انهارت العمارة؟ الحمد لله أنهم خرجوهم، وكذلك حتى العمارات المجاورة، ما مصير السكان؟ إذا الوالي مهيدية حاضر شخصيا. هذه مناسبة لأول في نهار عمارة كنشاهدوا حضور شخصي لوالي ديال مدينة الدرب المتكلم على السيد ميديا، كنتكلم على الولاة السابقون. الوالي اللي وقف لكل كبير وصغير هنا في مدينة الدار البيضاء، حاضر دائما عكس باقي الولاة السابقون اللي كانوا نائمون نوم عميق في المكاتب ديالهم.
الأوامر أنهم يبدأوا ويقوموا بتدخل إزالة الحطام بدون تأخر. كيف قلت لكم عمرنا ما شفنا في انهيار او العديد من الانهيارات في مدينه الدار البيضاء ومنهم ديال درب مولاي الشريف. العديد من العمارات كذلك ديال شارع بشايب الدكالي ولا حضور للوالي السابق. الى جات ندير مقارنه فلا علاقه لهذا الوالي مع الوالي السابق. ما زال رجال الوقايه المدنيه يقومون الاعتماد على الكلاب المدربه. حاج هذوك الناس اش عندهم تما؟ معك صاحبي شو اللي ممنوع؟ سلام السلام عليكم نتوما. لا مرحبا الله يكبر بك. زين زين زين. ان شاء الله رجع عندك.